طب احنا معانا سلمى على التليفون يا دكتور، ناخد سلمى. اهلا يا سلمى، اهلا بحضرتك. اتفضلي حبيبتي. الحمد لله حبيبه قلبي، اتفضلي الدكتور معاكي لو ليكي اي سؤال. ازيك يا سلمى؟ ازيك يا حبيبتي؟ انا كنت حابه احكي قصتي الصراحه وتجربتي الجميله مع بيتا. اتفضلي. انا اصلا ما كنتش عايزه اجرب اي حاجه خالص ان هي تساعدني ان انا اخس، عشان كنت بسمع طبعا ان الناس بيحصل لهم اعراض جانبيه كتير، ممكن يلعب في الضغط او السكر، فكنت قلقانه بصراحه. بس بعد ما سمعت الدكتور بصراحه اطمنت ورحت كلمت الشركه، وبصراحه يعني قلت مش مشكله عادي، يعني هعرف بس السعر، مش شرط ان انا هشتري يعني. بس بصراحه لما كلمت الشركه لقيتهم ان هم شركه محترمه جدا، ناس بروفيشنال جدا، يعني مش مثلا ان هم بيبيعوا خلاص. لا، سالوني عن وزني وعن طولي وعن الهيستوري بتاعتي. وبعدين بعد ما خدت الكورس كانوا بيتابعوا معايا كل اسبوع، كان في دكاتره بتتابع معايا كل اسبوع علشان تتاكد ان انا بنزل وبتتاكد ان انا مبسوطه من المنتج. وبصراحه انا في الشهر ده نزلت 8 كيلو، انا كان كويس. وزني 80 ووصلت ل 72 حلو. والحمد لله ما عمليش اي عرض الحمد لله. وكمان عشان بياخد قلب مالتي فيت، فكمان حاسه ان هو مديني طاقه، مش حاسه مثلا بخمول او ان نقص الوزن مأثر عليا. كويس. فبصراحة يعني إن شاء الله أنا ناوية أكمل، عشان عايزة أنزل أكتر من كده. أنا لسه 72 وأنا وزني 160، فمحتاجة أنزل شوية كمان على حسب ما الدكتور قالت لي. فبس حبيت إن أنا يعني أحكي تجربتي، بحيث إن أي حد مثلا عنده مخاوف زي ما كانت عندي نفس المخاوف، إن هم ما يلاقوش ويجربوه. نتيجته كويسة جدا بصراحة. نشكرك حبيبتي على مداخلتك. حلو قوي يا سلمى، شكرا جدا. وانا بس عايزه اسالها سؤال لو هي لسه معانا ممكن. طب سلمى انت معانا؟ مع حضرتك. اتفضلي. هل يا سلمى وانت ماشيه على الكورس بيستا كنت حاسه ان انت محرومه مضطره تمشي على نظام فيه قيود كتير، ولا هو لا. كان فعلا مشبعك فبتاكلي براحتك بس بكميات قليله؟ دي حقيقه، انا اصلا بحب الاكل جدا، فانا كنت قلقانه من الموضوع ده. بس بصراحه لا، انا ما كنتش حاسه بحرمان خالص، هو لوحده اللي كان بيخليني باكل اقل بكتير من الاول. حلو. كميات اكلي قلت، انا طول الوقت كنت بحس ان انا جعانه، ما بقتش احس كده خالص، بالعكس بحس طول الوقت ان انا باكل كميه قليله وخلاص، انا كده مش عايزه. فمش محرومه ودي اهم لا. حاجه. بالظبط، الحمد لله. ميرسي ميرسي. شكرا ليكي يا سلمى حبيبتي. طب قولي لنا يا دكتور بقى، عايزه يعني جمله اخيره عن الكورس وعن اللي عايز يعني يستكمل، سواء اللي بدا فيه وعايز يستكمل او لسه عايز يجرب، نديله بقى نصيحه في اخر دقيقه معاه. نصيحه سريعه جدا. اتفضل. يعني بلاش نيجي على نفسنا قوي في حته الشهيه، يعني الشهيه دلوقتي للاسف بقت الضغوطات عند معظم الناس. خلينا يعني واقعيين، انا بقيت احب ابقى واقعيه جدا مع العيانين. لا، واحنا كمان خلينا واقعيين، احنا بنسهر كتير، احنا في الصيف لسه. بالظبط. وناس لسه بتصيف واحنا لسه بنسهر وبناكل بالليل. بالظبط كده. وحتى عايز اقول حاجه، في ناس ممكن ما تبقاش بتاكل اكل يحسب كاكل، بس المسليات والمقرمشات واللب والسوداني. يا دكتوره اللب السوري ده ما فيهوش حاجه، ده انا باكل كيس انا وجوزي. البطيخه ما فيهاش حاجه، دي ثمره فاكهه. انت عارفه طبعا المعتقدات الكتير الخاطئه الجميله دي، الدكتور يكتب لك موزه ياكلوا موزه لحمه. فيعني احنا بس عايزين نقول ان بيستا يعني حل سريع وامن. كويس. جدا جدا، متوفر في الصيدليات او من خلال الارقام، نقدر ناخده بطريقه امنه. مش بس هيساعدنا ان احنا نقلل كميات اكلنا، صحيا هنكون افضل كتير باذن الله.